بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، معاكم دكتور أشرف نبيه، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. إن شاء الله أكلمكم النهاردة عن موضوع مهم للأطفال ويمكن كمان للكبار، وهو موضوع حمو النيل، أو بيسموها في بعض البلاد حبوب العرق، اللي هي بتبقى منتشرة في فترات الصيف وفي الربيع. تلاقي الطفل أو الشخص الكبير حتى عنده حبوب كبيرة وعنده حبوب كتيرة موجودة في معظم أجزاء جسمه، خصوصا الأجزاء المتغطية بالملابس زي منطقة الصدر ومنطقة البطن ومنطقة الظهر. إن شاء الله أكلمكم عن يعني إيه حمو النيل أو حبوب العرق، يعني إيه أسبابها وإيه طرق الوقاية منها وإزاي نعالجها لو بقت موجودة. يا رب الفيديو إن شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت اللي لسه ما اشتركش معانا في القناة شرفنا بالاشتراك في القناة، ويعلق لو في اي سؤال عايز يستفسر عنه، ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيروه للناس كلها. حبوب العرق او حمو النيل دي حبوب بتظهر في منطقة او في المناطق اللي بتبقى خلف الملابس او تحت الملابس زي منطقة الصدر ومنطقة البطن ومنطقة الظهر. بتبقى حبوب صغيرة كتيرة جدا زي اللي حضراتكم هتشوفوها في الصور، هحط الصور دلوقتي كلها تشوفوها في الفيديو. الحبوب دي بتبقى منتشرة في الجسم، ممكن الحبوب مش مؤلمة ولكن ممكن تسبب أكلان أو تبقى الطفل أو الشخص الكبير عايز يهرش فيها. الحبوب دي إيه هي أسبابها بقى؟ هي حبوب بتيجي نتيجة احتباس العرق. العرق بيتفرز، جزء من كمية العرق الكتيرة دي بتتخزن جوه الغدد العرقية، بتعمل التهابات في القنوات العرقية نفسها، اللي هي قنوات العرق دي، وتبدأ تعمل التهابات وتظهر على هيئة حبوب على سطح الجلد. طيب بتيجي من ايه او ايه اسبابها؟ خمس ست اسباب هنقولهم دلوقتي. رقم واحد، بتظهر في درجات الحرارة العالية، بيكون درجة الحرارة عالية جدا وخصوصا في شهور الصيف. الحاجة التانية، لما تكون درجة الرطوبة عالية جدا برضه هتظهر. الحاجة التالتة، لما يكون الإنسان أو الطفل أو الشخص الكبير لابس ملابس مش قطنية. برابع حاجة، لما يكون البني آدم أو الشخص أو الطفل لابس هدوم ضيقة والملابس ضيقة عليه مش فضفاضة. خامس حاجة، لما يكون طفل صغير ولافينه بملابس كتيرة بحيث إن هي مضيقة عليه. طيب ظهرت الحبوب دي زي ما حضراتكم شفتوها وشايفينها، ايه علاجها؟ علاجها هيبقى الحاجات الوقائية بتاعتها. رقم واحد، ان انا هحاول بقدر الامكان ما اظهرش في الاماكن الحارة، الاماكن العالية الرطوبة. ازاي؟ ان انا لو قاعد في مكان، المكان لازم يكون جيد التهوية، سواء بمراوح بشبابيك بتكييفات، المهم المكان يكون جيد التهوية. الحاجة التانية، هحاول ان انا اللبس اللي عليا يكون كله ملابس قطنية من اللي هي بتمتص العرق بحيث ان العرق ما يتخزنش في الجسم. الحاجة التالتة، بلاش الملابس الضيقة. يعني البس الحاجة واسع عليك شوية، نمرة زيادة او فضفاضة، الملابس تبقى فضفاضة خصوصا للاطفال الصغيرين، لان يعني حمو النيل او حبوب العرق دي تظهر في الاطفال اكتر من الكبار. الحاجة الخامسة، مية على طول. احنا في الصيف الطفل يستحمى 3 4 5 مرات في اليوم بحيث درجة حرارته تبقى دايما كويسة، درجة الحرارة كويسة والرطوبة كويسة مش هتخلي حبوب العرق دي تظهر او مش هتخلي حمو النيل دوت يظهر. طيب ظهرت الحبوب دي الوقاية، جينا نعمل وقاية ما حصلش وظهرت الحبوب برضو، نعمل ايه حلها؟ هيبقى برضو هنعمل الحاجات الوقائية تاني، اللي هي الاستحمام الكتير بالميه البارده. يا جماعه الاستحمام بالميه البارده، ميه فاتره مش هتجيب نتيجه، ميه بارده. الحاجه الثانيه، هنستخدم الصابون اللي هو فيه ماده الجليسرين، صابون جليسرين، وده افضل انواع الصابون لبشره الاطفال وبشره الكبار كمان، صابون جليسرين. الحاجه الثالثه، لو الحبوب دي كان فيها حاجه جامده ومضايقه الطفل ما بيعرفش ينام منها او كده، هحاول احط له ماده الكلامينا. مادة الكلامينا ودي موجودة في مستحضرات مثل الكلامين لوسيون، كلامين لوشن نسميه
بالعربي كالامينا لوسيون، كالامينا لوسيون، او في منها كالادريل، في منها كذا مستحضر، في رونيتا، حاجات كلها ملطفه للجلد تحتوي على ماده الزنك اوكسايد، وده ماده ملطفه للجلد. طيب الطفل بيحك جامد وبيهرش جامد وكلام من دوت، هنعمل ايه؟ رقم واحد هناخد بالنا ان ضوافر الطفل تكون مقصوصه، قصينها ومقصرينها، عشان الطفل لو هرش فيها هيعمل فيها التهابات، وممكن يعمل فيها ميكروبات وتعمل زي خراريج او صديد تحت الجلد، ونضطر ساعتها ناخد مضادات حيويه وناخد مراهم مضادات حيويه. لو الطفل بيحك فيها جامد هنشيل الضوافر، نقص الضوافر كويس، ونديله اي حاجه مضاده للحساسيه حسب درجه السن بتاعه، زي مواد مضاده للحساسيه زي التلفاست او الزيرتك حسب سن الطفل ووزنه، هنديله الجرعه بتاعته حسب زي ما قلت لحضراتكم وزنه وسنه. ويا ريت يفضل المضادات بتاعت الهستامين دي او المضادات الحساسيه ما تتاخدش تحت سن 6 شهور، بالاضافه لكتر السوائل، نشرب الطفل سوائل كتيره عشان العرق بتاعه ما يبقاش مركز، والاملاح بتاعته ما تبقاش زياده، ويزود الالتهابات اللي موجوده تحت الجلد. ارجو يكون الموضوع عجبكم، ويا رب لو هو عجبكم تشاروه عشان يوصل لكل الناس. الى ان نلتقي في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.